فحين نقول بأن الله عز وجل ليس له شبه وليس له مثل وليس له ند أيضا، والند هو المساوي المضاد، هذا صلب التوحيد، فليس هناك قرين لله عز وجل ولا مساو له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وقد تقدم أن إثبات الذات، أن الذات العلية موجودة، هذا هو المراد، ولا نعلم حقيقة الذات العلية، فالله تعالى يقول ولا يحيطون به علما. وقد حقق هذه المسألة وحررها الإمام المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله تعالى كما في أجوبته تمهيد قواعد الإيمان، ونقلها عنه أيضا العلامة أبو مسلم رحمه الله تعالى في نثار الجوهر، وتعرض لها الإمام السالمي رحمه الله تعالى أيضا في مواضع متعددة، وذكر شيخنا الخليلي في دروسه، هي حقيقته الخاصة التي تفرد بعلمها ولا يعلمها أحد من خلقه. وأشار إليها الإمام السالمي رحمه الله تعالى في الجوهر كما سبق الإشارة إليه، ونفس رب العالمين ذاته، وذاته تفسيرها ثباته، نعني به نفس الوجود الواجب، فالذات لا تحد، يعني ليس لها حد تعريف، الأصل في التعريف أن يكون جامعاً مانعاً مضطرداً منعكساً، لكن هنا حقيقة عظيمة لا تبلغ العقول معرفة، يعني لا تستطيع العقول معرفتها، فهنا قال فالذات لا تحد بالتخاطب أو في التخاطب، فنحن بالوجود جازمون وما عداه غير عارفين. ونبه المحقق الخليلي رحمه الله تعالى على الخطأ الوارد من قبل بعض النساخ الجهلة في بعض الكتب، فبعض أهل العلم ذهب إلى القول بأن المراد بالذات هي الثبات، فذاته تفسيرها ثباته، هذا التفسير، ثم رد على هذا القول قبل أن يأتي خطأ النساخ، وقال هذا تفسير للذات بإحدى صفاتها ولا يفي بالغرض، ثم تكلم عن الخطأ الشنيع الذي وقع فيه بعض النساخ حين أضاف ألفا في الأول، فقال الذات هي الإثبات، وهذا خطأ شنيع باطل لا يجوز، لأن الإثبات هو فعل العبد، وفعل العبد حادث، فكيف يفسر القديم أي الله عز وجل الذي لم يسبق وجوده عدم، فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء، بفعل العبد للاعتراف بوجوده مع أن العبد نفسه حادث، فهذا باطل شنيع لا يجوز إقراره.